حاليا احنا بسوق البصره القديم. طبعا البصره بها يمكن مجموعه اسواق، وهذا السوق هو الاقدم والاكبر من بين هذه الاسواق. السلام عليكم حجي، شلونك حبيبي؟ ايش اخبارك؟ هسه راح ندخل لهذه يمكن المهنه القديمه اللي ممكن انقرضت ببعض المحافظات وبعض المكانات، لكن هنا موجوده شفتها. السلام عليكم حجي، شلونك؟ شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله تكون بخير. احنا برنامج موطني من قناه الفرات، وشفنا هذه المهنه اللي موجوده عندك اللي انت تشتغلوها، يمكن انقرضت بالعراق بس هنا يمكن بعدها. فسولفنا على السوق، سولفنا على الشغل مالتكم، اذا تحب تستريح منه. اهلا وسهلا، هلا بك، حياك الله. الان هذا سوق البصره يعتبر من الاسواق القديمه في محافظه البصره. هذا كان بناء من زمن اليهود، يعني من الثلاثينات، سنة الثلاثينات والعشرينات فما فوق، فكله كانوا اليهود يسكنون فوق ومحلاتهم لي جوا، وبعضهم بيوت هنا. يعني هذا هسه المحل هو بالأساس كان بيت وبمحلات خارجية. المهم فسوق قديم كلش، من زمن العشرينات أو الثلاثينات، بناء يهودي. فبعد تعرف اليهود اللي راحوا بسنة 48 تهجروا وراحوا إلى فلسطين أو إسرائيل، وبقى هذا سوق البصرة هنا، الدولة حطت إيدها عليه، وهو بعد من الأسواق التراثية. يعني هذه المهنة اللي أنتم ستتدهنوها، اللي هي ما أعرف أني، اللي أغلب موادها الأولية من النخيل اللي تشتهر بها البصرة، إيه هاي أكثرها إلها طلب هسه لو يجون ناس يشتروها للزينة. إيه لو شنو موجودة قسم للزينة، أكثر يعتبرها للزينة، للزينة هاي. صارت إيه يعني مثل هاي المواد هسه، هاي مثلا مهفه مكتوب عليها اسم. ايه 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 هذا من الخزعلي، هذا يعني انت تيجي توصي كتبوا لك اسم عليها. اي زين، هذه شنو سعرها بالله هسه؟ هاي سعرها 1000 دينار مثلا بدون اسم. ايه هي الاسم هنا همين ب 1000 دينار، اسمها مهفه، احنا نسميها مهفه. ايه سعرها 1000 دينار. زين، يعني وكل هاي من طلعوها من السعف مال النخل، جريد النخل، سعف النخل، صناعه محليه يعني بالجماعه الجنوبيه. هذه انتم عندكم هنا يعني يجون يسرعوها نسوان او زلم موجود في معمل عندكم؟ لا لا مو معمل، هاي صناعات بالبيوت، اهل البيوت يسووها، اكثرهم جماعه ابو الخصيب الجنوبات منا بهاي المناطق يصنعوها من سعف النخل ويجيبوها عندنا. مثلا هاي مهفه، هاي مثلا قفه تحطون بها شغلات خفيفه، بس اكثر شيء استعملوها تراثيه هنا. هسه صارت للشكل هذه الاشياء. اي اي يعني شكلها اي للزينه للتراث. مثلا هذا الطبق مال خبز، هذا مثلا طبق مال خبز يحطون به او يشرون به اشياء يحطوها به على مود تنشف يمتصها الماء. مثلا عندنا هنا هاي مكانيه، هاي مكانيه شفتها ملونه عندكم، هاي احنا نلونها، نحط لها قرمز وتتلون بالوان اي لون تريده عادي، وكو لا غير ملونه مثل هاي العاديه. العاديه هاي كلها صناعات يدويه من جريد النخل. حجي شنو اكثر هنا السوق ممكن يشتغل؟ عفوا اكثر مهنه موجوده هنا بهذا السوق مهنه؟ اي يعني بقعة الصفارين مثلا، لا لا كلها كلها هاي كلها كلها انتهت، مهن انتهت. كانوا الصفافير موجودين، الحدادين، هالشغلات هاي مهن قديمه انتهت. بعد تعرف التكنولوجيا الحديثه دخلت وهذا، بس بقت اكو مهن تراثيه. يعني مثلا هاي المهنه اكو كم مهنه بعد قديمه، تمر ما تمر وهالشغلات هاي بقت قديمه، بس اكثرها انقرضت يعني راحت. احنا نشكرك ونتمنى لك كل التوفيق.